تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بيكم في فقره جديده من برنامج الاطباء. تاخر الانجاب مشكله كبيره جدا بتواجه الزوج والزوجه، وخاصه اول ما بيبداوا الزواج وبيسمع في تاخر انجاب. للاسف بتاثر على الحياه الاجتماعيه والحياه النفسيه، ويبدا الزوج والزوجه بيوصلوا لحاله من الاحباط. يعني ايه تاخر انجاب؟ وليه تاخر انجاب؟ وايه سبب تاخر انجاب؟ بعد كده بتبدا الزوج والزوجه في رحله بحث، بيبداوا يختاروا ان هم لا، ممكن ندخل عن طريق باب اسمه باب الامل اللي هو الحقن المجهر. طيب ولو الباب ده اتقفل معاهم وفشل، هل الزوج والزوجه ياخدوا قرار خلاص مش هنخلف تاني؟ لا، بياخدوا المحاولات. طب ولو المحاوله التانيه فشلت، هل معنى كده ان اي عمليه حقن مجهري تفشل مره واثنين وثلاثه، ولا ممكن تنجح من اول مره، ممكن تفشل صح تاني مره بس تنجح تالت مره؟ وايه اسبابها؟ وهل لي في او في طرق مثلا تخليني استغنى او احمي نفسي من مخاطر ان هي تفشل العمليه؟ كل ده واكتر هيجاوب عليها ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، وهو الدكتور محمد حسني، استشاري نساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب، استشاري جراحه المناظير، عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم، عضو الجمعيه المصريه للتدخل الجراحي الدقيق، ماجستير الحقن المجهري من جامعه ميس سينا بايطاليا. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اهلا بك. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك ليه بيحصل تكرار لعمليه فشل الحقن المجهري؟ هو عشان بس نعرف، تكرار الفشل الحقن المجهري، مش كل سيده عملت حقن مجهري مره يبقى هي عندها الموضوع فشل، لان نسب نجاح الحقن المجهري مش 100%. دي معلومة لازم توصل للزوج والزوجة، ان مش لازم ان احنا هنعمل حقن مجهري ان احنا هنحمل. عملية الحقن المجهري تشكل 50% من عملية حدوث الحمل الطبيعي. يعني لو زوج، التعريف الحمل مبدئيا اللي هو fertilization اللي هو تخصيب، and implantation اللي هو استقبال بطانة الرحم للجنين اللي تم تخصيبه عن طريق الايه؟ الحيوان المنوي، تكوينه عن طريق تخصيب البويضه بالحيوان المنوي. فعمليه الحقن المجهري تشكل 50% من العمليه بس، اللي احنا بناخد البويضه بنحقنها بالحيوان المنوي وبنحطها في مكان شبه الرحم بالظبط لحد ما بيتكون الجنين. النقطه الثانيه اللي احنا بنحط الجنين على بطانه الرحم. بطانه الرحم تتقبله او ما تتقبلوش، دي حاجه احنا ما نقدرش نتحكم فيها. فمش معنى ان السيده تعمل مره حقن مجهري او اتنين ويفشل اقول لا لا، انت حضرتك عمليه الحقن المجهري بتتكرر فشلها. لا، احنا بنتكلم لو السيده عملت اكتر من مرتين حقن مجهري وفشلت، ساعتها نقدر نقول عندها الحاله دي تكرار فشل حقن مجهري. عشان الرساله توصل لمعظم الازواج ان مش لازم لما اجي اعمل عمليه حقن مجهري وتفشل انا ما عدتش عاملاها. المعلومه دي خطا 100%. مفيش دكتور بيقول لي سيده انا هعمل لك الحقن المجهري وهتحملي، مفيش كلام من ده. النقطه اللي هو تفاعل الجنين وبطانه الرحم، الاشاره اللي بتحصل بينهم يخلي الحاله دي تحمل والحاله اللي جنبها في نفس الاوضه اللي ممكن تكون ظروفها افضل منها ما تحملش، دي غيبيات لسه ما نعرفش في عنها حاجه والابحاث كلها بتدور فيها. لكن في بعض الاسباب ممكن تكون موجوده في الحالات ولم يتم تشخيصها، وبالتالي بتبقى سبب في فشل الحقن المجهري. اول حاجه لازم تكون السيده عامله تحاليل الهرمونات بتاعتها تحليل كامل. ومن ضمن الهرمونات اللي تهمني انا كطبيب، هرمون الغده اللي هو التي اس اتش لازم يكون نسبته اقل من 2.5. الطبيعي بتاع الهرمون ده بيبقى لحد 5. لو زي سيده عاديه ما بتدورش على الحمل، لو هو 4 4.5 او 3.5 او 3، ده تحليل عادي خالص السيده ما بتاخدلوش علاج. لكن لو حصل معاها بتدور على الحمل او حصل معاها فشل لحقن مجهري او حصل اجهاض مره او مرتين قبل كده، لازم يكون الرقم ده من اقل من 2.5، وده بيتعمل له حاجه من الحاجات المهمه اللي ممكن تخفى على ناس كتير. السيده لازم تعمل اشعه بالصبغه عشان نطمن على الانابيب بتاعتها، او المنظار. خلاص، لازم نعمل منظار رحمي عشان نشوف الرحم من جوه اخباره ايه، ممكن يكون في التهابات، ممكن يكون شكله بالاشعه ثلاثيه الابعاد والاشعه العاديه كويسه، وممكن يكون هو السبب في الايه، في التهابات من جوه تكون هي السبب في حاجه زي دي، او شكله وظيفيا مش كويس وده ما بيبانش فقط الا بالمنظار الرحمي. الاسباب الثانيه اللي هي مثلا السيده عندها وزنها زياده، لا لازم تخس حتى لو عندها هرمونات كويسه وحتى عندها الطبول كويس،
لازم تخس، لان الدهون اللي موجوده في الجسم دي بتاخد من الدم اللي بيغذي المبيض وبطنه الرحم. ممكن يكون في خلل مناعي موجود يا اما في الجسم كله بصفه عامه او موجود بشكل خاص على بطنه الرحم. الزوج لو في مشكله لازم ياخد علاج. لو الزوج بقى كويس وما فيش فيه مشكله اللي هو تحليله كويس وزي الفل، حضرتك برضه لازم ياخد علاج هرموني قبل ما نبدا عمليه حقن مجاري تانية. لان ممكن يكون الحيوان المنوي شكلا كويس لكن وظيفه مش كويس، مش قادر يخصب البويضه التخصيب الكامل، او قادر يخصبها بس ما بيقول ما يخلي الجنين ما بيقومش بالوظيفه بتاعته اللي هو يدي الاشاره لبطنه الرحم لاستقباله. فلو اتكلمنا على كل سبب من الاسباب دي هنتكلم على علاج كل حاجه. تمام. اول حاجه اللي هو لو اتكلمنا على الهرمون التي اس اتش يتاخد العلاج بتاعه عادي خالص وتستمر فيه اثناء الحمل مش هيضرها في حاجه. ماشي. لو وزنها زياده تاخد علاج عشان تخس ونساعدها عشان تخس وتمشي على نظام غذائي. حتى لو ما عندهاش مشاكل، حتى لو ما عندهاش في الرحم مشاكل لا هي لازم تخس عشان الوزن، حتى لو ما عندهاش تكيس على المبايض، حتى ما عندهاش دهون على المبايض، لان في بعض السيدات يبقى وزنهم زياده جدا وعندهم الطابوت زي الفل، فبتقول ما فيش مشكله. لازم تخس طبعا. النقطه الثانيه كمان لو في خلل مناعي موجود. خلل مناعي موجود في الجسم كله ده علاجه سهل جدا، بيتعاطى من قبل من يوم سحب البويضات وبيتعاطى تركيزات معينه. حتى لو السيده عامله التحاليل بتاعتها وطلعت نتيجه سلبيه لازم نديه. النقطه بقى الثانيه والاهم اللي هو خلل مناعي موجود على بطانه الرحم ده ملوش تشخيص، بس احنا يعني احنا عارفين اللي في اجسام مضاده ممكن تبقى موجوده على بطانه الرحم بتحاليل معينه. بس ما فيش يعني الوسائل لم تتمكن من تشخيصها بصوره 100%. فاحنا بنعمل ايه؟ بنستخدم حقن معينه. وبعض المواد اللي احنا بنحطها على بطانه الرحم من جوه يوم سحب البويضات وبتمشي على علاج تاني معين. ونحقن ماده تانيه قبل زرع الاجنه ب10 دقائق، الحاجات دي كلها بتحفز بطانه الرحم لاستقبال الجنين. ودي مزوده عندي معدل النجاح لنسب كويسه جدا خصوصا في الحالات اللي بتكرر معاها فشل حقن المجاري. النقطه الثانيه كمان لو السيده مش عامله اشعه بالصبغه تعمل، لان انا ما يهمنيش الانابيب فيها مشكله ولا لا، يعني مسدوده او مش كده كده بناخد البويضات بالظبط، لكن يهمني الانبوبه فيها ارتشاح ولا ما فيش فيها ارتشاح. لو فيها ارتشاح لازم تتفصل، لان الصديد اللي موجود في الانبوبه هينزل على الرحم من جوه وهيخلي الحمل ما يكملش او ما يحصلش من الاساس. المنظار الرحمي لو في التهابات السيده بتاخد علاج التهابات مكثف لمده 3 شهور او اكتر. لو في مشكله وظيفيه السيده بتتجهز ببروتوكول معين حسب الخلل اللي موجود في بطنه الرحم. ده بالنسبه اللي يخص السيده، وده جزء انا بتكلم على جزء من الحاجات كتير ممكن اتكلم فيها 100 حلقه ما تكفيناش، لكن انا بقول لك على اكتر الاسباب شيوعا. النقطه الثانيه بقى ان الزوج يقول انا كويس مش محتاج علاج، واخد علاج ليه ما انا تحلي كويس. وجد ان لو الزوج خد علاج هرموني قبل عملية الحقن المجهري بشهر أو شهر ونص واستمر في العلاج لحد يوم السحب، لو تحليله كويس ما فيش فيه مشاكل بيرفع نسب النجاح لل 10 لـ 15% أكتر من النسب الطبيعية بتاعت الإيه؟ الحالة. الشخص اللي هو بيرفض إن هو ياخد العلاج. لو حتى لو بيرفض ما يعملش العملية. أنت حضرتك بتدفع فلوس كتير عشان تعمل عملية حقن مجهري. وبتدفع فلوس كتير عشان ربنا يكرمك ويحسن حالك. فما فيهاش مشكله اللي انت تاخد علاج زي الزوجه خصوصا وتتعالجه. العلاج ده هيفيده مش هيضره. فلو مثلا نسب النجاح في سيده مثلا عندها حاجه و20 سنه ونسب النجاح 60% وعملتها مره وما اثنين وثلاثه وفشلت وتشخصت تكرار فشل حقن مجهري، السيده دي لو الزوج خد علاج هرموني قبل ما يبدا الحقن المجهري بشهر ونص نسب النجاح بتوصل ل 75%. وعندي حالات من دي كتير بقى. الـ النقطة كمان بقى اللي هي البروتوكول بتاع نقل الأجنة لازم يكون ليه معمول له حساب. المواد اللي احنا بنستخدمها في المعمل لازم تكون في مواد عشان تحفز التخصيب. في بعض العوامل كتير اللي بتساعد على علاج تشخيص وعلاج فشل تكرار فشل حقن المجهري. شكرا ليك يا دكتور نورتنا. بشكر ضيفي اللي منورني النهارده دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد والعقد، استشاري الحقن المجاري واطفال الانابيب، استشاري جراحه المناظير. شكرا ليك يا دكتور نورتنا. وبشكر كل الساده المشاهدين وانتظر كل جديد في الاطباء.